وناخد اول سؤال من استاذه ام احمد من الاسماعيليه. استاذه ام احمد، الله يخليك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. الله يخليك. انا والله ما ماشي، انا مبسوطه جدا بالحلقه الدسمه الجميله بتاعت حضرتك دي، ان حضرتك يعني لمست وحطيت خطوط كده على حاجات كتير قوي في الحياه، وانا مبسوطه من حلقه حضرتك يعني، وبتمنى برضو عن طريق حضرتك كده يعني، انت يعني صاحب دعوه جميله، ان انت برضو حضرتك، انا يعني الواحد بيربي عياله وبيجتهد مثلا معاهم، بس انا دايما يعني مثلا بالنسبه لاولادي بقول مثلا ان ابني او بنتي ده كيان، انا ما استهترش بعقل طفل واقول ان العقل ده عيل، او ان انا مثلا او البنت دي عيله، لا، المفروض ان انا مثلا اعامل كل طفل او يعني كل اب ده عبد، زي عبد زينا بالظبط يعني، هو عنده رزق، هو كيان، ده عنده رزق، ده عنده رزق بتاعه، هو عنده رزق ربنا بيديهوله، هو في معامله ما بينه وبين ربنا ليه، هو نحن نرزقكم واياهم ليهم، هو ليه رزق، هو بتاعه هو. اتفضلي يا استاذ ام احمد. ايوه، ويعني وانا بصراحه دي وحب الله حضرتك اتكلمت فيه، وانا مبسوطه قوي، لاني يعني انا من وانا طفله، انا بتكلم عن نفسي يعني، من وانا طفله صغيره كنت يعني جبت بمصروفي كتاب كان عنوانه حب الله. يا سلام. وقد ايه ان الاب والام يعني، انا امي رحمه الله عليها وابويا ربنا يا رب يخليه لنا، يعني كانوا دايما بيقربنا للصلاه، ودايما يقول لك ايه، تحدثي مع ربنا عن طريق كتاب المصحف مثلا. فالواحد برضو مؤثر ليه دور، انا ما بربيش مثلا باكل وبشرب ماشي، بس لكن انا برضو لازم اغذي العقول واغذيها بقربها من ربنا سبحان الله، يعني دي حاجه مهمه قوي، ان احنا في حياتنا في ناس معلش لاهيها الدنيا قوي، كلنا تعبانين وشقيانين مثلا عشان خاطر اولادنا، بس ما فيش حته ان انت ان انا لا ان انا مثلا ان انا لا اكل واشرب والصلاه مش مهم، انا المهم ان انا ابني مثلا او بنتي يكونوا اكلين كويس لابسين كويس، المهم بقى ربنا يهدي لما يكبروا، لا ما فيش حاجه كده حضرتك، أنا المفروض يبقى حب الله وحب الصلاه، وان معلومات عن دينك لا لازم يعني اعرف ديني، اعرف ديني، اعرف ربنا اللي خلقني، ده مهم قوي. شكرا. وبس حضرتك انا عايزه بس تقول كلمه. اولا انا ممتن جدا لمداخلتك دي اول حاجه، انا ممتن لمداخلتك. سؤال حضرتك بقى. سؤالي دلوقتي، انا بشوف ناس في حياتنا اللي احنا عايشين فيها، مش هقول من الاقرباء بس هقول بصفه عامه، انا شفت مناظر مش حلوه يعني في المجتمع، زي مثلا لما ربنا رب العزه قال ايه، وبالوالدين احسانا. الوالدين اللي هم الاب والام. صح. في ناس لما اهاليها بتكبر، الاب ده لما بيكبر او الام لما بتكبر، ضحوا بالحياه طول السنين، بيستنفذوا طاقه ومجهود في التربيه وكل ده، لما الاب والام يكبروا مش ليهم حق علينا ان احنا نحترمهم؟ انا اكلم حضرتك، واكلم واوجه للناس. حضرتك اتكلم، لان في ناس بيشايفين ان ده عادي ان انا ازعق لابويا. انا اوعد حضرتك ان احنا نعمل حلقه ازاي نتكلم، بس برضه قول لنا كلمه كده للناس. حاضر، انا اوعدك ان احنا نعمل حلقه مستقله في الكلام على مساله القسوه على الكبار، لان في الحقيقه اللي حاصل دلوقتي من القسوه على الكبار لا يمكن حد يتغافل عنها، فاحنا هنتكلم ليه بيحصل القسوه على الكبار وازاي نقدر نعالجها. بس خليني اقول لحضرتك دلوقتي، انت حضرتك بتقولي لي دلوقتي احنا على فكره من غير الوالدين ما كانش هيبقى لنا وجود، ربنا جعلهم سبب في وجودنا، ومعنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في سر بيننا وبينهم، محدش يجي يقول انا ليه احسن لهم وهم خلاص خرجوا من الخدمه، هما كانت خدمتهم لغايه ما وقفت على رجلي وبعد كده هم لا هم خرجوش من الخدمه، الخدمه هتفضل في دمك ولحمك، الخدمه هتفضل في افكارك، ده ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش في ارتباط جيني بينك وبينهم الا عشان تعرف ان هم سر بيوصلك لربنا، فانت لازم تعرف ان هم هيفضلوا فيك، وعشان كده لابد ان انت تحسن اليهم، تحسن اليهم على كل حال، حتى ولو كانوا عايزين يودوك الى الضلال برضو هتدعوهم الى الخير، وتستمر في احسان اليهم وتستمر في الطاعه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف.
مفيش حل. الوالدين مفيش حل ان احنا نحسن اليهم مهما كان سنهم، بالعكس كل ما بيكبر الواحد فيهم كل ما بيبقى باب واسع لرضا ربنا. يا رب اجعلنا من اهل رضاك يا رب العالمين.